ولا أطيب يومياً بحلقات جديدة مشاهدينا. واليوم حلقة خاصة ومعنا اختصاصية التغذية سينتيا الأشقر. أهلا وسهلا فيك سينتيا. مرسي شيف. يعني موضوع الكليري كتير مهم وكتير لازم ننتبه له. وأكيد في له أكل خصوصي وكيف لازم نتجنب ما يصير معنا أوجاع كليري. أكيد اليوم رح يكون موضوعنا مشوق جداً ورح يكون في عنا أطباق خاص للي بحب اللي عنده أشياء أوجاع طبعاً للكليري. بس أكيد خلينا نتأكد من المكونات الطبق الأول ونرجع مع مشاهدين ومعك سينتيا. مكونات سلطة الخضار المشوية مع اللحم والدجاج: 100 جرام كوسة، 100 جرام باذنجان، 100 جرام جزر، 100 جرام فطر، 100 جرام بطاطا، 100 جرام لحم فيليه، 100 جرام صدر دجاج، 50 جرام زيت زيتون، أوريغانو رشي، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. سينتيا مثل ما شفنا اليوم هالخضار لأن احنا شويناها مش عم ناكل خضرة نيت. بعرف انه انا المريض الكلاوي مش لازم ياكل الخضار نيت، غير الخس والخيار. غير الخس والخيار ليش؟ لانه الخس والخيار هي من الخضره اللي فيها البوتاسيوم بشكل اقل من غيره. اوكي. يعني نحن بنعرف انه مريض الكلى هلا الكلوه مثل ما هي يعني عضو كثير مهم بالجسم. أوكي. ما فينا نتخلى عنها وما فينا نعيش بلاها. لا مزبوط انه فينا نشيل وحده ونضلنا عايشين بوحده، بس الكلوه وقتها يصير شغلها كثير بطيء او كثير قليل. أوكي. لازم يكون اكلنا قليل بالبوتاسيوم. مشان هيك اذا كان عندنا مشكله كلى من المستحسن انه الخضره ننقي منها بس كنيه خس وخيار ناكلها، وبقيه الخضره ناكلها مطبوخه او مسلوقه تنروح البوتاسيوم او مشويه مثل ما نحن اليوم عم نعملها. اليوم عم نعمل سلطه الخضار مشويه، هي من اطيب انواع السلطه لانه في كثير ناس بس ياكلوا خضره مسلوقه بحسوا دائما بالعين نفس. وقت نحن بنتناول هالخضره المشويه على النار اكيد من اللحم البهره بنحط اوريجانو، يمكن فينا نحط خل بابريكا شيء، خل البنزميك، الخل الاحمر، خل التفاح حسب الرغبه، بيعطي هالنكهه الخضار. طيب وفي حالنا عنا الخضره المشويه لثاني يوم كمان بيطلع طعمها اطيب بكثير. مزبوط. هلا انت شايف كمان بالطبخه هون حاطط لحمة ودجاج. هلا الكلى هي اذا بدك بتنظف جسمنا من الترسبات يلي بناكلها، خاصة ترسبات البروتين يلي بتتكسر وبتصير بشكل الأوري، وهيدي الأوري بتروحها الكلاوي بالبول. وقتها تكون الكلاوي ما عم تشتغل بشكل مزبوط ما فينا كتير ندعمها بالبروتينات يلي منكون عم ناكلها. فمش هيك لازم ناكل بين 40 ل 60 جرام يا لحمة يا دجاج، اكيد بننقي وحدة منها. اوكي. ناكل تقريبا قد قرص الكفتة بتطلع على الغداء. نعم. ما نكتر كتير لأنه بتكون كلاوينا ما عم تقدر تنظف أو ما عندها الباور إنها تقدر تنظف الكلاوي، تنظف الدم إذا بدك. نعم. من هالأوري يلي بتعلي الأوري بالدم، يعني منعرف هيدا الشيء من وراء فحص الدم يلي منعمله. أوكي. في مؤشرين الكريا والأوري هن بيبينوا إذا بيكون عنا مشكلة بالكلى أو هالكلى ما عم تشتغل بشكل مزبوط. عظيم. هون نحن سينتيا بنعمل الفطر، فطر مشوي اكيد هالخضار مشوي طيبه. يعني نحن ضفنا الكوسه، الباذنجان، الجزر بالفطر، يعني بطاطا عم نشويهم حتى نعطي هالفليفر الطيبه تبع تتناول وجبه صحيه كمان وما تضره، لانه فعلا اكيد المصاب الكلى اللي بغسل كلى كل اسبوع ما نهينه قديش ميزة على المستشفى وبيغسل كلى واكيد بتتعرض للابر. يعني الله يكون معهم، نحن دائما قلبنا معهم، بس هالطريقه لحتى يستمر الانسان بالحياه لازم يقوم فيهم. هلا وقت واحد يكون عم يغسل الكلى بالمرحله غسيل الكلى بيقدر ياكل بده اياه، مش هيك بتشوف المريض حاطط صينيه قدامه شو مشتهي من ماكولات، من قصبه نيه، من لحمه، من دجاج، من شوكولا، لانه شوكولا كمان بيحتوي على شويه بوتاسيوم. بياكلها بوقت الغسيل، بس وقتها تخلص جلسه غسيل الكلى بيرجع اكيد للحميه الغذائيه اللي هي بتكون قليله البروتين، قليله البوتاسيوم، قليله الفوسفور. الموز ممنوع؟ اكيد فيه بوتاسيوم. فيه بوتاسيوم. يعني بالفواكه اكثر شيء بتنقي التفاح، البطيخ، اوكي، الفريز، الصبار،
اذا شي مندرين وحده صغيره افندي او كليمونتين افندي او ليمون اورنج لا ليمون فيه بوتاسيوم يعني افندي وحده صغيره بتكون اذا بدك بدل ليمون اللي هي غنيه كثير بالبوتاسيوم فكمان ما نشرب عصير لانه العصير بيحتوي على كميه بوتاسيوم عاليه لازم يا تفاح يا نجاس يا بطيخ يا فريز هودي اذا بدك طيب سنتا في عوارض للكلى شيء قبل الفحص هلا طبعا واحد بحس اذا بدك بالبحث بالرمل هودي الاوجاع اللي بحسها اذا بدك على المنطقه بكعب الظهر تقريبا اوكي هيدي بتجي لانه يا اما بنكون عم نشرب مي كثير كمان لانه ما في انه الكلى هي بتحافظ على توازن المي بالجسم فلازم واحد يشرب بين لتر ونص لترين مي لانه اذا شرب اقل مي بتكون الكلى عم تتعب لحتى تحافظ على كميه مي معقوله لتعيش خلايانا منها للمي أوكي. واذا كنا كثير عم نشرب كمان الكلى بتكون عم تتعب ما عم تقدر تصرفها بشكل مزبوط فمنصير نحس باوجاع هيدي الاوجاع بتدل انه في مشكله بالكلى هلا اكيد مثل ما قلت شاف في عندك فحوصات الدم في عندك فحص البول اللي بتشوف اذا كميه البروتين عاليه فيها بالبول بيكون عندنا كمان مشكله بالكلى من هون لازم ناكل كل شيء باعتدال وما ندخل كثير دهون على الاكل اللي بناكله لانه الدهون كمان هي بتخلينا نفرز البحث والرمل على بالكلى ستي نحن هون ذكرنا لحم فيليه وصدر دجاج نعم انت شو بتفضلي مثلا اكثر من اللي يعد نوع الدجاج او اللحم هلا الدجاج يعد كاللحم الابيض واللحم الابيض ما فيه كوليسترول ما فيه دهون مثل اللحم الاحمر اوكي فقد ما تكون اللحم الاحمر لحم بقر يعني هي اقل من الدهون من لحم الغنم نحن هون جايبين مثلا لحم فيليه اوكي هاي الفيليه مثلا بتكون اقل من الدهون بس هي كمان فيها كوليسترول او بتعرض الجسم لعلى الكوليسترول بالجسم فمن هون لازم ناكل الدجاج او السمك اوكي اللي لانه دراسات بينت انه اللحمه بتعلي الكوليسترول ونحن ببلدنا عندنا كثير ستريس يعني متعرض لكثير ضغوطات تعصيب والستريس هو عامل كمان بخلي الكوليسترول يعلى لانه بنصير نفرز انزيمات بتخلينا ناكل زياده بصير عندنا بدانه اوكي والبدانه بتادي كمان لانه يعلى هالكوليسترول اكيد طريقه الاكل والطبخ كثير بتاثر يعني بدل ما نقلي اللحمه من المستحسن انه نشويها حتى تكون صحيه اكثر يعني اللحمه فينا نمشي لحمه اليوم ما بيأثر اذا شقفه صغيره فيليه من دون دهن نحن حطينا ملح وبهار شوي صغير على الخفيف هلا كمريض كلى من الاحسن يا لحمه يا دجاج مثل ما قلت قد قرص الكفته حتى نكون ما عم ناكل كثير كميه بروتينات عاليه أوكي. وبذات الوقت عم نفوت شويه بروتينات اللي نحن بيطلع عبالنا ناكل منها هلا كمان بهنيك شايف انه البطاطا سلقه سوري نقعها بالمي لانه البطاطا بتحتوي على بوتاسيوم بس ننقعها بالمي قبل بليله بنشيل البوتاسيوم منها بصير فينا نطبخها وناكلها حتى مريض الكلى يحس حاله انه بيقدر ياكلها ما عنده مشكله لا كثير مهم يعني اليوم هذا طبق اكيد بالسلطه حتى فينا نعتبره كمان سينتيا طبق اساسي يعني ممكن احد اذا ما نستعمل نحن ما نكون اليوم رح يكون في عندنا يخنه السمن طيب كثير هيك بطريقه تبديلتها سهله وسريعه اذا هلا موسم طارت شوي في عصافير شوي طيبه بحبوا المشاهدين يتناولوا يخنه هيك سريعه وطيبه ممكن يستعملوا عصافير التين او ممكن كمان يستعملوا هالعصفور السمن الطيب اكيد الخضار طيب يعني بنحطها نحن بهالوجبه ممكن يكون كطبق اساسي نعم بتلزز بهالطعم الطيبه ما بين هالخضره المشويه هيك هالقرشه اليوم اكيد معزومه على الغدا اليوم معنا ورح تعطيك يخنه العصافير بتحبي يخنه العصافير؟ ايه اكيد كمان ما في خطر عليها شيء لل العصافير كمان تعتبر بروتين يعني بدنا ننقي يا لحمه يا دجاج يا خاصه لحم ابيض لانه اليوم كمان ما كمان مثل ما قلنا ما ذكرنا ما في كثير دهن يعني السمن خاصه السمن يمكن اخف من عصفور التين عصفور التين بيكون في دهن اكثر شوي زياده هلا انت بتعرفه من طعمته انت كشيف بالطعمه بتعرف اللي بيبقى اطيب بيكون مدهن اكثر في اطيب من عصفور التين هيك بشوي واحد ياكله هيك هيك يتلذذ فيه عظيم لكن نحن بهالوقت الخضره اكيد على النار واللحمه والدجاج ورح نروح لفاصل سينتيا يلا نرجع معك ومع المشاهدين خليكم معنا خليكم معنا وعدنا معكم مشاهدينا من جديد ومع ضيفتنا اليوم كمان سينتيا الاشقر بجمالها وشعرها حلو حدا يتغزل مع الطبخ بتلاقي فيه كلمات حلوه مهضومه واكيد اليوم بما انه الطبق الاول عم يصير جاهز رح يكون في عندنا نحن الطبق الثاني الطبق الثاني طبعا من العصافير السمن السمن ليك السمن شو حلوين واكيد مع البصل والثوم والكزبره والفطر حتحط لها هالمرقه مع دبس الرمان والملح والفلفل بتتقدم مع رز ممكن ياكلها بلا رز
واكيد نحن نشوف المكونات ونرجع معكم. مكونات يخنه العصافير بنكهه الكزبره، 150 جرام بصل، 20 جرام ثوم، 30 جرام كزبره خضراء، 450 جرام عصافير، 100 جرام فطر، 50 جرام دبس الرمان، مرقة الدجاج حسب الحاجة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. أكيد يا سينتيا نحن بدنا نسكب الطبق الأول، وأكيد أنت كمان شو بتحبي تعطينا هيك معلومات جديدة؟ هلا بالنسبة لمريض الكلى شيف، ملح حسب الرغبة صعبة شوي، لأنه الكلى هي بتقول ملح ممنوع، هي بتعدل إذا بدك صوديوم بالجسم، والملح فيه صوديوم، وقتها الكلى ما بتكون عم تشتغل بشكل مزبوط أو شغلها كثير بطيء، ما فيها تقدر تعمل فلتريشن أو تنظف هالصوديوم من الدم وتحوله على البول، مشان هيك بيصير عنا ضغط أو بيعلى الضغط. فكمان الكلى من وظيفها أنها تحافظ على معدل ضغط طبيعي، ما تعلي الضغط، مش هناك ما لازم كتير بأكلنا كمان نرش ملح، واللي عنده ضغط اللي عنده مشكلة كلى من الأحسن أنه ما يأكل ملح بالمرة. والسكر؟ السكر هلا المريض عنده سكري، أوكي. إذا بيعلى كتير السكري هي بتعمل مشاكل كلى، يعني السكري ممكن تضرب الكلى إذا ما انتبهنا على طريقة غذائنا، وإذا ما أخذنا الأدوية بانتظام اللي هي بتعدل السكر بالدم. فلازم ننتبه كمان أنه المريض اللي عنده سكر يحافظ على معدل سكر نورمال أو وسطي، يعني بين 120 130 150 ماكسيموم. أوكي. بيعمل كمان شوية رياضة تحافظ على معدله. حلو. ما يأذي الكلاوي، لأنه الضغط والسكر اثنيناتهم بيقدروا يؤدوا لمشاكل بالكلى. عظيم. هون نحن صار أصبح الطبق جاهز كمان، دايما هالطبق الشهي هيك نعطي ديو، نحن نعطي اليوم نحن ديو دجاج مع اللحم، ورح نعطي كمان خضرة مشوية. هون نحن ما صلصنا لا حامض ولا خل، فينا نصلص مثل ما بدنا. مزبوط. يعني اليوم أنا إذا قلنا مثلا حطيت شوية هيك زيت زيتون، أنا تركت اليوم الصوص لحتى من اختيار المشاهدين، وفينا نحط كمان مثلا العصير الخل، الخل الطيب. الزيوت والخل إلا شيء تأثير سينتيا؟ تأثير شيء؟ لا، هي بالمبدأ لا، لأنه مثلا مريض كلى ما في ياخد حليب، فإن بحس حاله أنه ما بيقدر شو بده يأكل، لأنه بحس حاله أنه إذا عملنا صوص بلانش ما فينا فيها حليب. بيصيروا يسألوك طيب كيف فينا نصلص؟ مريض الكلى في يصلص بالزيت، في يصلص يعني بتخلص الطبخة نحط شوية زيت، شوية خل، شوية حامض، ما بيأثر. لا لبن ولبنين؟ لبن واللبنة هن من مشتقات الحليب يلي بيحتوى على كمية بروتينات. أوكي. فمشان هيك مريض الكلى لازم يكلون باعتدال، يعني بياخد الصبح يا ملقة لبنة كبيرة يا قطعة جبنة. أكيد من المستحسن تكون لايت، لأنه مثل ما قلنا النصاحة والزيادة الوزن بتأدي كمان لمشاكل الكلى، يعني لازم ننتبه على كمية الدهون يلي بنكون عم ناكلها. يعني واحد دائما داري حاله وان شاء الله هيك ما حدا يصيبه هالمرض، لانه بس مبدا صار له علاج، اكيد علاجه طويل وكثير عالم انه بس شويه عذاب عنده روحه المستشفى. هلا هو اول ما يصير عنده مشكله، اول ما تكون مشكلته خفيفه هينه وبتتداوى بالدواء وبالاكل، بس وقت نوصل لمرحله انه الكلى بتبطل تشتغل بالمره ما بيعود فينا نرجع لورا، يعني مضطرين نعمل غسيل كلى، وغسيل الكلى للاسف بيقصر من عمر الانسان، فمن المحبذ انه ما نوصل لهيدي المرحله. شيء انه نحس كيف إنه لازم نتجنب انه ما ينصاب واحد بمرض كلى؟ شو الاول عوارض اللي بتصير واحد معه تيصاب بالكلى؟ اول شيء لازم نشرب مي مزبوط، يعني لتر ونص لترين مي بالنهار، يعني نشرب مي كثير. عظيم. طب اللي بيشرب مي كثير بيأثر شيء او ما بيأثر على هلا مثل ما بيقولوا لا تخو ولا كسر لمخه، يعني ما تشرب 5 لتر ولا تشرب نص لتر. اوكي. لتر ونص لترين كثير منيح. بعدين لازم نحن حكينا مزبوط اول مره، انا بعتذر، حرحرت لي عيوني شايف راح المكياج. بعدين فكرت اسرتي فيه.
بعدين لازم ننتبه انه كمية البروتين ما تكون كتيرة تقدر الكلى بما انه عم نبكي نحن هلا سينتيا رح نفصل حامي رح نروح لفقرة على السريع ونرجع معكم على السريع. بفقرتنا على السريع اليوم مشاهدينا رح بيكون في عنا طبق من النودلز يلي تم تحضيره على السريع وبنكهة لذيذة وشهية. النودلز هي في نوعين، عنا النودلز اللي نحن بنشوفها بهالشكل الأبيض الرفيع، أما عنا الرايس نودلز اللي كمان بهالشكل، اثنيناتهم طيبين بس هذا الشيء حسب الذوق. نحن اليوم رح نبلش بالنودلز الأبيض، وهون بذكركم إنه نحن إذا بدنا نسقوا بالماي تقريبا حوالي دقيقتين من الوقت مش أكثر. هون نحن عم نسقط النودلز بقلب طبعا بالطاجة، ونحن هون نحركهم بهالطريقة حتى ما يلزقوا على بعضهم. هون رح نكفي كمان نضيف الفليفلي، الفليفلي بتعطي طعم كتير طيب مع النودلز، طبق شهي ولذيذ وسريع، فينا نتناوله قدام التلفزيون إذا زهقانين ما بدنا ناكل شيء تقيل بنحضره بالبيت، وهيك فينا نضيف كمان إضافات عديدة غير نحن عم نعطيكم إياها. بس هون الإضافة طبعا تعطي نكهة ومذاق رائع. نحن هون الفليفلي بنقصها إلى شعيرات رفيعة بهالشكل، ما متخنها كتير، ومن ثم بنقطعهم إلى قطع بهالشكل، هون إلى قطع صغيرة مثل ما شايفين هالفليفلة الخضراء اللي غنية بالفيتامين سي. هون نحنا كمان جهزنا الذرة الصفراء، جهزنا الصويا وزيت السمسم تعطيها المذاق الرائع. نحنا بنخلطها ونتناولها كطبق شهي وسريع. هون نحنا بنشوف النودلز اللي صارت تقريبا جاهزة على الاستواء. هون مثل ما ملاحظين ما أخذت وقت كتير، صارت جاهزة أقل دقيقتين، طفينا حتى لو ما كانت المي على النار وما سخنة فينا ننقعها. هون طنجة جاهزة، ومن ثم بنصفيها منيح كتير من المي. وهون أنا رح ضيف النودلز، رح ضيف الفليفلي والذرة الصفراء، زيت السمسم بتعطيها مذاق رائع، والصويا. وهون الفلفل وقليل من الملح، بنكتر ملح لأن الصويا مالحة. وهون نخلط هالمزيج كله. هون دغري حرارة الطنجرة اللي بتدبل الخضار. هون هالنودلز مع زيت السمسم والصويا اللي بتعطي النكهة الطيبة، رح نسكبها هون بهالشكل، طبق صحي كمان. وهيك بفقرتنا اليوم على السريع كمان تعلمنا نعمل طبق ما أخذ معنا أكثر من 3 دقائق من الوقت، وإلى اللقاء. شكرا للشيف ريشار بهالفقره الحلوه، وكمان عوده الى اختصاص التغذيه سينتيا الاشقر. سينتيا مثل ما شفتي نحن البصل حطيناه على النار حتى ما يدمعوا دموعك بقوه. واقف بك. نحن اكيد رح نضيف هلا الثوم، ثوم مفروم مع البصل، وكمان رح نضيف الكزبره، وهيدي حبه الفطر رح نضيفها كمان بعد شوي. ونحن كمان رح نحط الفطر، الفطر بيعطي كمان نكهه طيبه، يعني هيدي مع نكهة الكزبرة والثوم والبصل، كمان دبلهم كلهم مع بعضهم البعض. نحن أكيد رح نضيف له مرقة الدجاج وملح بهار، طبق كتير سهل وسريع. وأكيد قبل ما نحن كمان
نقلب العصافير رح نشويهم شوي على المقلاه قبل بوقت، شويه بهارات اذا بنحب، شويه ملح، شويه ملح طبعا هول لانه العصافير بحبوا يستوعبوا شوي. هلا يمكن مريض الكلى كمان شاف غير انه عنده مؤشرات بالدم بتدل انه في مشكله بالكلى، في يكون عنده فقر دم لانه الكلى هي بتعمل انزيمات او بتعمل هرمونات هي مسؤوله عن انها تعمل الكريات الحمراء اللي هي اكيد بتحافظ لنا على الدم. فاذا كثير خسرنا دم بجسمنا هيدا الشيء كمان ممكن ياثر على الكلى. يعني كثير مهم عمل الكلى غير انه اكيد بيصرف جسمنا من الرواسب بيخدهم من الدم وبيروحهم بالبول، بس كمان الكلى هي من عملها انه تعمل الكريات الحمراء يلي بتحافظ على الدم تبعنا، ما بيصير عنا فقر دم اكيد. عظيم سنتيا، نحن هون حركنا لكن البصل والثوم والكزبره والفطر خليه يضلوا مزبوط، والعصافير السمون ملحنا بهارنا شويه عرشيت حطيناهم شوي بالمقلات، وبهالوقت نحن رح نروح لفاصل وسنواصل معكم بعد قليل انا وسنتيا الاشرف. خليك وعدنا معكم من بعد الفاصل مشاهدينا وكمان مع ضيفتنا اختصاصي التغذية سنتيا الاشرف. نرحب بك يا سنتيا، اهلا وسهلا دائما. نحن يخنة العصافير او يخنة السمن اليوم. لك السمن شو حلو شكله كثير حلو، بعدين هالشاطه الحلوه عم نعطيها بيطلع طعمه الشاطه الشوي الطيبه هون. اكيد نحن المرأة عندنا موجوده، البصل، الثوم، الكزبره، مرقة الدجاج، الفطر حتى كمان نعطيها هيك تنوع بالطعمه، ونحن هون كمان رح نضيف لها دبس الرمان، دبس الرمان كمان تعطيها هالشرش محموضه لهالصلصه الطيبه. هون نحن من بعد ما طبعا العصافير او السمن اللي طبعا نتفوا وتغسل كثير منيح وتملح وتبهروا، رح نسقطهم هون بالمرقه حتى تاخذ هالمذاق الرائع، والمرقه كمان حتى يصير في تنسيق بالمرقه. سنتيا، يعني اليوم بتعرفي نحن الاوبزيتي ممكن كيف انه نحافظ عليهم، البدانه طبعا والانوركسي كمان كيف انا نحافظ عليهم او حتى ما ينصابوا؟ يعني اذا قصدك الانوركسي معقول ينصابوا؟ الانسان اللي عنده انوركسي بيكون عنده نقص بالغذاء، يعني جسم الانسان مثل السياره بدك تضل تحط لها زيت وتظبطها تضل ماشي مظبوط، يعني حافظ على صحته تكون منيحه مظبوط. فمريض الانوركسيك بيكون عنده نقص بالبروتين ونقص بمعادن معينه، فمشان هيك مريض الانوركسيك لازم نطعمي بروتينات بمعدل انه يرجع اذا بدك يسترد هالنقص يلي كان عنده اياها. مش معقول يصير عنده مشكله كلى لانه ما بتكون عم بتعطي ضغط على الكلى بالبروتينات، لازم نشربه مي كمان اكيد حتى لنحافظ على المي بالجسم. هذا بالنسبه لمشكله الانوركسي. هلا مشكله الاوبازيتي او البدانه بيكون عندنا زياده دهون بالجسم، زياده الدهون مع السكريات اللي بنكون عم ناكلها هي بتعمل كمان خلل بالجسم. حلو. لانه ما بتخلي جسمنا يشتغل بشكل طبيعي، بصير عندنا زياده دهون، يعني جسمنا الميتابوليزم تبعنا او الحرق ببطل يشتغل بشكل مزبوط، خاصه اذا ما بنكون كمان عم نشرب مي. الدهون مع السكريات هي كمان معقول تعلي السكر بالدم والسكر بيأثر على الكلى. هلا الولد مش معقول يغسل كلى، مش معقول يوصل لهالمرحلة، بس المراهقين لانه كثير خاصة شباب ينتبهوا على جسمهم بيروحوا تيعملوا جيم بيصيروا ياكلوا كمية بروتينات بكمية عالية مما بيعلي الأسيد يوريك بالدم او اليوريك أسيد يلي هو مؤشر بيدل على تعب بالكلى. فهذا الشخص لازم ننتبه له على كمية البروتينات، يعني بالدايت تبعه او بالرجيم ما بنعطيه 150 و200 جرام لحمة أو دجاج أو سمك، منخفف له من كمية البروتينات، حتى منخفف له من كمية الحليب لأنه الحليب بيحتوي على البروتينات. وبتعرف المراهق بيفكر أنه إذا شرب 3 4 5 كبات حليب ذكرني هون مزبوط يعني بينمو عضلاته بشكل سريع، مع أنه هو بيكون عم بيدور كلاوي بذات الأهل طريق. كيف لازم يهتموا بالطفل إذا كان عنده مرض الكلى؟ بتعرف عنده الأهل عنده مسؤولية يعني، ونحن أكيد شو لازم هلا اكثر شيء تعرف الولد اللي بشهيه هو الالوان، يعني شو ما حطينا له الوان على الطاوله شو ما استحلى الولد لازم نطبخ له خضره على انواع ملونه لانه بنكون شايلين البوتاسيوم منها
بسلقه هون بيكون عم نشهيه على الاكل. الرز ما عندنا مشكله فيه، في ياكل رز. البطاطا اهم شيء ننقعها بالماء تنشيل البوتاسيوم منها. المعكرونه كمان ما عندنا مشكله فيها، بس مهم ما نروح على النشويات السمراء يلي كمان تحتوي على بوتاسيوم، يعني خبز نقل الخبز الابيض او توست الابيض، ما نروح على التوست الاسمر. بالنسبه للفواكه اكيد ما نحط عصير قدامه لانه العصير كمان بيحتوي على بوتاسيوم. نطعميه تفاحه او نجاسه، يعني نشكل له بالفواكه اللي بيقدر ياكلها. هلا بالنسبه للحلو في ياكل جلو. الجلو هو الوحيد يلي مريض الكلى بيقدر ياكله، ما بيحتوي على حليب ولا بيحتوي. بنجيب له لون، يعني جلو كذا لون، كذا لون بصير انه اكيد الاصفر يشتيها. الاحمر الاخضر الاسود الطيب. يعني هون السمن سينتيا صارت جاهزة مثل ما شفتي، هون ريحة ولا أطيب. يا سلام. هلأ شوفي هالمنظر هيك الشهي، وطبعا هالصوص الطيب اليوم من دبس الرمان. نخيل منيحة طبعا، خاصة انه احنا دخلنا فيها بندورة وطماطم او اشياء فيها اسيد، يعني مثلا ضر لمريض الكلى. مظبوط، ان شاء الله عزاوي كل شيء كان شيء بشهي عن جد فعلا. يعني نحن بدنا نشكرك فعلا، معلومات كثير قيمه كثير حلوه اليوم على الكلاوي، واكيد نحن ان شاء الله كمان بنشوفك بحلقات لاحقه ان شاء الله يا رب. وامين سلمين عمري روز، بس هذا من المطلوب مني. وحلقتنا لليوم مشاهدينا خلصت، واكيد بنتلاقانا كمان بكره دائما معكم بحلقه لذيذه وطيبه وجميله. الى اللقاء. Ba-da-dum, 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 ba-da-dum